السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه فليكس كليب، ده ساعدني كتير قوي في عمل الفيديوهات. على سبيل المثال مثلا ممكن اقول له انا عندي فكرة معينة، هو يبدأ يعمل لي الفيديو. ممكن يكون عندي الفيديو ومحتاج ان انا اعمل سبتايتل، فبيعمل لي هو سبتايتل. ممكن اكتب له تكست وهو يخلي حد احترافي يقوله، ممكن يترجم لي، ممكن يعمل لي السكريبت بتاع الفيديو، ممكن يسجل لي الفيديو. دي فيديوهات كتير انا اشتغلت عليها، تمام، عملتها من خلاله. على سبيل المثال مثلا تعال نشوف الفيديو دوت ونعمل ان شاء الله واحد مع بعض ان شاء الله. هقول له ران. فهو بيقدر يعمل لي الفيديو بشكل احترافي. وفي تمبليت قوي جدا، ايا كان الموضوع اللي انت عايزه ممكن تختار تمبليت وتبدأ ان انت تبني عليه الفيديو بتاعك، تغير الصور، تغير الصوت، لحد ما توصل ان انت تعمل حاجة احترافية. طيب خلينا نقول له ايجيبت، عايز تمبليت عن مصر. ففي تمبليت اهوت، في فيديوهات كتيرة موجودة هي تقدر ان انت تبني عليها. يعني ممكن اختار مثلا دوت، دي صورة اقدر ان انا ابني عليها بعد كده. طيب انا عايز فيديو جاهز، هختار مثلا دوت او ده، هو كاتب لي ده عبارة عن ايه، واقول له انا عايز استخدم الفيديو دوت. ولازم تطور فيه، يعني ما ينفعش اخد الفيديو هو واروح قايل ده بتاعي وارفعه على اي موقع، هيتلاحظ تاني استخدامه وجالك تنبيه ان انت اسأت الاستخدام بتاع الحقوق الملكية. فلازم تضيف بصمة ليك، ممكن تضيف صوت، ممكن تضيف اي حاجة عشان تبقى حقوق الملكية بتاعتك انت. طيب ممكن اقول له انا عايز ميديا، وتقدر بقى تحط مثلا صوت تاني، فيديو تاني، زي ما انت عايز. يعني ممكن نلغي الصوت من هنا، ممكن نقطع الفيديو دوت من خلال تريم او سبيريت هيقسم، ده هيقسم ويلغي. ممكن احط بقى اي حاجة انا عايزها. ممكن اجي هنا واقول له فريز فريم، انا عايز شو ميديا، اشوفه هنا ديليت، دي تاتش اوديو كده. انا لغيت الصوت منه عشان الصوت اللي انا احطه هو اللي اشتغل، تمام، عملت تاتش الاوديو. طيب ممكن بقى ايه، نضيف اي فيديوهات، يعني تقدر تضيف كذا فيديو عشان تعمل فيديو طويل. يعني ده مدته 5 ثواني، انا عايز حاجة كبيرة، فممكن اقول له مثلا ايه، انا عاجبني الفيديو دوت او عاجبني الفيديو ده، دور على حاجة انت عايزها. ممكن نحط صور، ماشي، بس هي تواجهنا بقى مشكلة. ايه هي فكرة الفريم نفسه؟ ان ممكن تكون مثلا الصورة دي عجباك بس هي معمولة بالطول، فانت المفروض بقى ايه هتظبطها. تعال نشوف المشكلة ديت. يعني هنا دي ما فيهاش مشكلة لان هما الاتنين نفس الماس. تعال بقى نشوف هيتعامل مع دي ازاي. بدأ هو يعمل زوم عليها، المفروض ان الفيديو بالعرض هو بدأ يعمل زوم على الجزء اللي في النص دوت. طيب دي ميديا، دي الفيديوهات اللي احنا استخدمناها، دي الكلاود، الحاجات اللي احنا رفعناها تبعنا. ممكن بقى تبدأ تشوف ايه الصور التانية، ممكن تسحب اي صورة تحطها وتحاول تضيف مؤثرات انتقالية بين الحاجة والحاجة. عندنا هنا دي مؤثرات للعنصر نفسه، ماشي، يعني حاجة منظر جمال كده بالشكل دوت. وهنا دي الحركة الانتقالية، فممكن نضيف حركات انتقالية. تقدر تسحب أي حركة انتقالية، مثلا ويب مثلا بالشكل دوت. اهو ده، اقول له مثلا خليها بالشكل ده. وهكذا. فالموقع هيديك امكانية ان انت تقدر تعمل فيديوهات بسهولة، وتقدر تتحكم في السرعة بتاعته لو انت عايزه اسرع او ابطأ. اهو مثلا خليته 2 هتلاقي خلص بسرعة، ممكن تخليه كده تلاقيه يطول معاك، فحسب ما انت عايز. هنا دي عساس تخفي مثلا لون معين، تبدأ تعلم مثلا عن اللون الأخضر، تمام، ويبدأ ان هو يحذفه لك او يخلي فيه شفية
الحاجة اللي انت عايزها. فهتلاقي حاجات كتيرة ممكن تستخدمها، سورس كتير مش محتاج ان انت تلف في المواقع. لا هتلاقي هنا تولز قوية جدا، فيها حاجة مثلا AI فيديو جنريتور، يبدأ هو يعمل لك الفيديو من البرومت. ممكن AI تكست تو فيديو، اقول له مثلا ايجيبت وده الستايل اللي احنا هنعمله، ونقول له جنريت، يبدأ هو يعمل لنا فيديو بالذكاء الاصطناعي. فعلا عمل لنا الفيديو اهوت كذا مشهد، وكتب لنا التكست اللي فيه وكل حاجة، وفي حد بيقول تعليق صوتي. تمام، بيقول لي خلي بالك ان هو معمول بالطول، فانت هتعمل ازاي؟ هقول له ممكن اقول له ريبليس، قول الغيه وخلي اللي موجود، او ضيفه بعد اخر حاجه. هياخد الفيديو ده يضيفه على الفيديو اللي انا كنت عامله قبل كده. يعني استخدم الذكاء الصناعي ان هو عمل لنا فيديو في ثواني. ما شاء الله، فكره كويسه. طيب ده الفيديو اللي احنا كنا عاملينه، تعالى بقى نمشي شويه كده. نقف هنا ونشوف الفيديو. وتعالى نتفرج بقى. The land of ancient wonders. In the heart of Cairo, the majestic pyramids stand tall, telling stories of the past. Explore the Sphinx, guardian of the desert, with its enigmatic smile. Journey along the Nile. فهو عمل فيديو احترافي، يعني انا هحاول اجربه في حاجات تانية كتير، مواضيع كتير، ونشوف الاداء بتاعه ان شاء الله. حاجة احترافية جدا. يبقى تولز هنا لازم احنا نجرب نستخدمها، لان في حاجات كتير خاصة بالذكاء الاصطناعي. طيب تعالى نشوف السعر. AI text to video article URL to video، يعني ممكن تديله المقالة هو يبدأ يدور لها على الفيديوهات، ممكن يساعدك في الترجمة، يعمل لك صور، يعمل لك هو السكريبت، يسجل لك الصوت انت تسجل في ريندر وهكذا.